طيب عايز اشوف الصوره تاني معلش. يعني انا بطول فيها كابتن حماده لان هي مهمه قوي، مهمه بجد، يعني ممكن تبقى من احلى لقطات اللقاء، يمكن احلى من الاجوان نفسها. طبعا جميله جدا، واكرم جميل. لا بتشوف الروح الحب بين اللعيبه اللي هو بينعكس عليك في الملعب، بينعكس على النتيجه بتاعتك في الوقت اللي انت ممكن مبقاش متفوق قوي ولكن بتكسب بالروح دي. الروح دي مهمه جدا، روح الفريق. ان اكرم بيلعب في مكان حسام، وحسام كابتن التيم، واكرم كاحتياطي بينزل يمكن جنب سيد. ولكن واضح الحب اللي بينهم، يعني التيم كله ده، مش دول بس لكن التيم كله فيه الروح الجميله دي هي اللي بتجيب المكسب. فطبعا صوره معبره بشكل كبير عن الروح بتاعت لعيبه النادي الاهلي بينهم من بعض. وقررت يا كابتن حماده في كذا موقف، يعني قررت قبل كده بين مروان محسن وبين ازارو، يعني الحمد لله يعني عمرك ما تلاقي ازارو بيجيب الجول، يعني بتشوف فرق كتيره ما بيمثلوش، يعني في لعيبه كتيره جدا في الفرق بتلاقي ايه مش ببصيله، مش عارف يشوح له ويعمل له، يعني الحمد لله مش موجوده في النادي الاهلي. وروح الفانيلا، روح الفانيلا الحمراء، المنافسه اللي هي قويه شريفه، يعني في منافسه قويه بينهم، ولكن في اطار المنافسه، مش ما بتخرجش بره الاصول في حاجه. يعني ده سر تفوق دايما النادي الاهلي، حتى بالرغم انك انت ممكن تبقى تأدي مباريات ممكن بشكل وحش، لكن الروح اللي بتجمع دايما اللعيبه، تجمع اللعيبه بره اللي على الدكه، بتجمع اللعيبه اللي قاعده في البيوت تتفرج على المباراه، هي دي الروح دايما السبب في سر دايما مكسب النادي الاهلي. لكن برضه يا كابتن سيد نقطة مهمة جدا، يعني احنا بنقول مين نجم المباراة، فبنعدد لعيبة ازارو، بنقول علي معلول، فتحي، كلوبالي، لكن النهاردة لو انا بتكلم عن نجم المباراة او نجم النادي الاهلي، الجهاز الفني باكمله، اللعيبة باكملها، كل القائمة بتاعت النادي الاهلي. انت النهاردة في اول يوم العيد بتلعب مباراة، بتعسكر في نفس العيد ونفس الاجازات، والناس بتخرج مع اولادها ومع اسرها، بتلعب رابع يوم، بتقعد في اسكندرية عشان تلعب مباراة النهاردة. فالنهارده هو نجم المباراه، هو كل الجهاز الفني وكل اللعيبه، الناس اللي بتضحي بوقتها ده كله عشان تقعد، عشان تقدر تسعد كل جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي النهارده كمان اللي بنعتبره من نجوم المباراه، اللي هو بيساند النادي الاهلي بشكل كبير جدا يا كابتن سيد. واحنا شفنا النهارده برج العرب، يعني تحفه او برواز جميل جدا بيجمع بين جمهور النادي الاهلي اللي بيعشق النادي الاهلي وصاحب البطولات، مع كل الاجيال اللي مرت على النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس اداره، اللاعبين. الصوره واللقطه اللي انت اخترتها، لقطه المباراه، النجم الناشئ اللي بيطمن على كابتنه مثله الاعلى، يعني اكرم مثله الاعلى حسام عاشور بيطمن على كابتنه مثله الاعلى، واخد بالك وبيروح يطمن عليه. دي يعني كانت لقطه بتدل على النادي الاهلي عنده من المبادئ، وعنده من القيم، وعنده من المثل، وعنده من الحاجات اللي بيدفع بيها جميع المؤسسات اللي احنا بنشوفها. النادي الاهلي مؤسسه كبيره رياضيه، يعني تدرس زي ما بيقولوا. هو ده الروح، روح الفانيلا الحمراء اللي موجوده بين اللاعبين وبين الجهاز، هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي طول عمره متميز في كل البطولات. نورتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن سيد، والف مبروك للنادي الاهلي. طبعا سعيد بحماده واسامه، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ما قلتش لكابتن اسامه متشكرين على البيتزا. كابتن اسامه النهارده عامل معانا واجب، يعني لا واجب، لا بقول لك واجب جامد، واجب جامد. كابتن حماده هو ده اللي كسبنا المباراه، يمكن الدفعه بتاعت اسامه النهارده وهي دي روح الفانيلا الحمراء. سخنا يعني النهارده بكميات كبيره من الفطير. فطير وبيتزا، لا جامد جدا. وبيتزا وفطير وكرك واسامه يعني. الحمد لله النهارده. سيد ما قامش معانا بوجب، بس سيد بيقوم بالسيدات اللي فات كان بيقوم معانا بوجب. اي خدمه والله، دي حاجه النهارده مش عارف، بس النهارده مطنش انت. شاكرين يا كابتن سيد، مبروك للنادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن سيد، انا سعيد موجود النهارده معاكم، ويا رب على طول نفرح كده دايما باداء النادي الاهلي والنتائج الطيبه طبعا. نورتنا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن سيد، وسعيد موجود معاك النهارده ومع كباتننا الكبار، ومبروك على جميع النادي الاهلي النهارده ان شاء الله، ومزيد دايما من المكسب ان شاء الله يا رب. جمهور الاهلي يقول لكم واحده واحده للبطوله.